عايدة رجح شابة تونسية طموحة تعتبر نموذجا يحتذى به في الإيمان بقدراتها والتمسك بتحقيق أحلامها وتجاوز كل العقبات التي قد تعترضها. أنا كملت من القراية هوني في المركز هذا 2021، ومن أول ما بديت نقرأ بديت معناها نعمل في الماركة هذه لانسيتها، وبديت أول حاجة بالبوشيت، وبشوية بشوية بديت نكبر في لي برودوي. عايدة كعديد خريجي التعليم العالي واجهت صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل، خاصة أن الهندسة الداخلية التي تحصلت فيها على شهادة الماجستير تعتبر من الاختصاصات صعبة التشغيلية، لكنها لم تبقى مكتوفة الأيدي بل عملت على تطويع مهاراتها ومعارفها حتى تلائم سوق الشغل. فكان المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية الوجهة التي غيرت مسيرتها نحو التألق. هو سيتان تشالنج، تشالنج بسيكولوجيك، تشالنج فينانسيير، معناها مادي ومعنوي. كي بديت كيما الناس الكل يبداو باللي ميديا في لي ريزو سوسيو، هبطت الباج فيسبوك وانستغرام، وبشويه بشويه بديت نلقى في لي زيفينمون اللي هما المعارض الصغار، وبديت كل مره نشارك فيهم، معناها نشارك في المعارض، وبشويه بشويه بديت نعمل في اسم. ومع السنتر زاده في المركز نتاعي كل ما تصير تظاهره يعيطوا لي. نجاح عائده انجاز يحسب لها، ولكنه جاء بفضل تضافر جهود عديد الاطراف بالمركز من اطار اداري ومكونين. هو نجاح لي انا ونجاح للمركز كمركز قطاعي للتكوين في الجلود والاحذيه، كذلك هو نجاح للتكوين المهني بصفه عامه، انه نشجع الشباب الكل اللي مازال ما قاش طريق حياته وما قررش شنو يعمل ينجم يجي لهوني ويتكون ويلقى طريقه كيما عايدة وبرش عبيد أخرين. رأوا التكوين المهني هو مصدر نجاح، رأوا اليوم عندنا تنمية الموارد البشرية في التكوين المهني اللي هي في اختصاص تقني وتقني سامي، اللي هما رأوا مطلوبة ما نقولش في السوق المحلي حتى في السوق العالمي. التكوين المتميز الذي تلقته في المركز ساعدها على بلورة رؤيتها إلى المستقبل والعمل على تجسيد أفكارها لتنتج أكسسوارات نسائية هي أقرب إلى القطع الفنية. أنا اللي نخدم فيه هما دي بيس يونيك، حاجات بالبانتور، هي كونسيبسيون ماهيش موجودة في تونس، دونك كي قلت علاش لا نخدمها هوني، وحاجات أرتستيك. وتبقى الطريق أمام هذه الفتاة وغيرها من شباب تونس مفتوحة وممهدة، شرط التحلي بالإصرار على النجاح والرغبة في خوض غمار تجربة الانتصاب للحساب الخاص دون الخوف من الفشل. أول حاجة تحب هالحاجة اللي تخدم فيها، رغم ما تحبهاش زيد.